ازيك شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع اي سي تيوب. جرسون نلعب لعبة جي تي في. والنهاردة يا جدعان عندنا كام حاجة بإذن الله هنعملها النهاردة، ومن ضمنها ايه ده؟ انا هنقص كده ليه؟ من ضمنها يا جدعان اللي فيه موتوسيكل وعربية وماسك وحاجات تانية كتير نزلت، وانا اخوكم مفلس. ها فلست يا جدعان وبعت جزء من املاكي عشان اعرف اشتري مش العربية. هيبقى النهاردة الموتوسيكل يا جدعان ده بس اللي هيكفي ابو اللزاليز. طبعا انتوا كتبتولي في التعليقات المره اللي فاتت يا ولا زليز غير شعرك مش عارف ايه بدري كيف. احنا باذن الله النهارده هنروح للحلاق، اول حلاق نروح نظبط شعرنا، وبعد كده هنروح عشان نغير الطقم بتاعنا، لان بيني وبينكم عايز اجيب طقم يليق بالموتوسيكل الجديد اللي النهارده هنشوفه مع بعضينا. والاجمل من كل ده يا جدعان اللي هم عاملين خصم فعرض كويس. وخلينا نشوف بس الحلاق اللي هنا الاول. اركن يا معلم. بس استاذ يلا نخش سريع سريع. يا كابتن حزك. هلو ماي براذر فروم انذر براذر. بص يا معلم، ظبط لي بقى شعري. عايزك تعمل لي كده خرابيش وحركات. ان شاء الله تعجبكم يا جدعان التسريحه الجديده. فخلينا نشوف. حلو صح؟ شعري سايب بقى وبتاع يعني. خلينا نشوف بيت القصات. اوكي والله تقريبا هرجع يا جدعان لنفس القصه الاولانيه. انا عايز اعرف دي شبه التانية بس الشعر واقف لفوق شوية صح؟ مش عارف والله، ممكن يدفره ممكن مش عارف ايه بتاع. في طبعا قصات كتير بصراحة. التسريحة دي بتعجبني قوي، فانتوا ايه رأيكم فيها؟ بصوا يا جماعة، التسريحة اللي تعجبكم لايكاتكم بقى، وبإذن الله مش نستقر على ممكن المرة الجاية نيجي مظبطين تسريحات تانية. شكرا ليك يا معلم. أخد مني 1460 يا مفتري. حرام عليك، في ايه يا عم؟ ليه الحلاقة دي؟ أنا لسه هجيب حاجات تانية. حرام عليك والله، دفعت دم قلبي يا جدعان. يلا والله لا يعيركم. ماشي يا اخويا، باي باي يا حبيبي، مع السلامة. أول وآخر مرة قعدت بقى عندك هنا، أنا همشي من هنا خالص. يا عم روح يا عم، بلا هي بلا مش هي، أنت إيه ناقصة مشاكل؟ روح اعمل مهمة، أنا ناقص، أنا فاهم مكفيني. خلينا نروح بس المعرض يا جدعان سريع سريع. طبعًا هنجرب حظنا بما إن إحنا كده إيه مفلسين رسمي. هنجرب حظنا، أول برضه بنشوف المشاريع بتاعتنا ماشية إزاي وما أدري إيه وبتاع. وربنا يكرمنا باذن الله. انا بتمنى ان احنا ممكن نكسب كوينات او نكسب هدوم. اوكي عربيات مش محتاجين قوي بصراحه، يعني احنا ممكن باذن الله نجيبها من المشروع بتاعنا. في عربيات احلى بصراحه وعليها خصم محترم، فهي دي اللي انا حاططها في دماغي دلوقتي. بس في المعرض لو كسبنا عربيه، لو عربيه تستاهل اوكي، ما تستاهلش انا هزعل والله، لان دمي بيتحرق يا جدعان كل مره اروح واكسب عربيه وانا اكون انا مش عايزها. في عربيه تستاهل. في يلا 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 ما كابشي. والله سوري والله غلطه. اتصل بالشرطه يا عمي. في يا عم ما كانش بتسكر البنزين دول. لا 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 ما اتفقناش على كده. ايه العربيات الجامده دي يا جدعان؟ ايه رايكم فيها؟ اكتبوا لي دلوقتي في التعليقات. ايه الكلام؟ نكسبها ولا بس واحد بس؟ اوكي الله، انا متفائل باذن الله ان احنا ممكن نكسبها. توقعاتكم، ها حفوز ولا بلاش؟ هنجرب نشوف حظنا. ايوه دي لفه حلوه كده يا ابو اللزاليز. عربيه عربيه وموتوسيكل بضربنا عصفورين بحجر. يلا استاذ يا جدعان، مش قلت لكم باذن الله يا اما هكسب تيشرتات يا كوينات. اخد كان توقعي طلع صح، بس يلا حاجه كويسه بدل ما كل حاجه نكسبها عربيات فخلاص بقى. احنا كده الحمد لله كل حاجه معانا تمام. فخلينا يا جدعان مبدئيا نخش ونجيب الموتوسيكل الجديد. المفروض موجود في انه قسم، موجود في القسم ده. طبعا الموتوسيكل معمول له خصم، يا رب ما يكونوش شاروا الخصم ويزودوا السعر عليا. حكم هو بيحبوا يعلوا الحاجه. طبعا الموتوسيكل ده المفروض مربوط بالهالوين. هو ده الموتوسيكل ده مش عندنا صح؟ مش عارف والله من كتر العربيات اللي عندنا، بس ما اعتقدش كده ان هو عندنا. واو شكله يخوف. واللون الاسود اللي فيه حلو، ما عندناش حاجه لون اسود كده موتوسيكل. فخلينا مبدئيا نشتريه ونبدا نلونه ونعمل فيه حركات. يقول لك تحطه فين يا ابو اللزاليز؟ بقول لكم انا حاجه، خليه في البي 3. البي 3 لسه عندنا ما خلاص صح؟ دلوقتي احنا قدامنا ان احنا نروح لقسم الماسكات، لان المفروض في ماسك نزل جديد
بفري ببلاش، مش هندفع فيها اي فلوس، بس هل هو يستاهل ولا لا؟ ده اللي انا مش عارفه بصراحه، ده اللي انا هعرفه معاكم دلوقتي. يلا بقى يا جدعان، جت لنا مهمه كده على السريع. بقول لكم ايه، شغل عصابات وبتاع، فخلينا بقى نلبس حاجات كده متخربشه ابو الخرابيش، هنظبط طقم كده محترم. يلا بقى، احنا في هنا شغل عالي يا جدعان، عايزين فلوس، هنعمل ايه طيب؟ يلا في بيزنس مان، في راجل كنا احنا عايزين منه فلوس، وماني بقيت عامل كده ليه؟ يلا يلا اركب اركب يلا اركب يا جدع، كله اركب. يا سلام، بس ايه العربيه الجامده دي؟ والله العربيه من جوه شكلها تحفه يا جدع. ايه الجنان ده؟ كمل كمل. اوكي يا رب بس. في عصابات يا جدع، في عصابات، في عصابات يا جدعان. عايز اركز. يلا اوعى على، والله بالبتاع ظبطتهم. مش عايز اقرب بالعربيه لو... لا 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 لا، مين بيضرب فيا؟ يلا يا ابطال ركز يا ابو اللذاليز. ايه يو، تعالى يلا مع السلامه، اديله هيد شوت اللي بعده. يلا مع السلامه، مع السلامه. زي الفل. اركب اركب يلا اركبوا يا جدعان. والله يا جدعان عملنا بتاع شغل عالي. يلا بلها تايه جديده دي ولا مالك يا دين؟ ركز شويه، في واحد غدار هنا بينه، خلينا نرجع. ايوه جاهزين. في واحد كان هنا مستخبي. ايوه حلو، والله عليك يا سلام. المهم يا جدعان ظبطت صح، دلوقتي هنخلع سريع سريع وهنروح للمكان اللي متحدد لنا هو فين. والله صدقوا قريب خطوتين باذن الله هنكون وصلنا. اوكي دلوقتي في عربيه ثانيه المفروض نوصل لحد هناك. يلا يلا يلا. اوكي يا جدعان، دي مش عربيه واحده، دي كذا عربيه. شوف معاهم كام موتوسيكل. يا مجنون، بتعمل ايه؟ والله كنا هنخسر المهمه يا جدعان. يلا يلا يلا، شيل 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 اللي بعده. الله يلا يلا يا عصابات، انا كده ممكن اروح فيها يا جدعان. خلينا نركن بس على جنب. هلسي 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 هلسي، خد لك كفر. اوكي خدنا كفر، ناقصنا في واحد هنا. حلو حلو، خد خد خد. انا مش شايف حاجه. كلب، في واحد من عندنا راح فيها. طب العربيه، العربيه اتبهدلت والله مننا. المهم كانت لذيذه بس. يلا اركبوا 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 زي الفل. واو والله ما بتتخيل. شوف التاني راح فين. دي لسه هناخد لنا شويه وقت اول ما نوصل. نقدر نقول الحمد لله على سلامتنا، وصلنا بالسلامه للمكان اللي متحدد لنا. يا رب ما كنتش فيه عصابات، وكل المهمه كده خلصت بنجاح يا جدعان. بيني وبينكم كنت مذبذب شويه. دول عصابات مركبة. اوكي نروح الاوتيل عادي خالص، مش اي مشكله بعد ما اتبهدلنا. ده الثقه اللي احنا ماشيين فيها دي. كنت خافر كده والله. تعال يلا، انت جاي تحبسني وتقول لي روح هنا. شكرا، حصلنا المهمه بس. شفت يا جدعان عملوا لنا كمين، والولد للاسف راح فيها الولد. بس والله مهمة جامدة، الفكرة ان احنا اتعمل لنا كبير في الاخر. يلا يا جدعان المحاولة الثانية، خلي بالنا من العصابات. ها اوكي اوكي اوكي، وصل 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 الحمد لله على السلامة. يا لهوي، يلا يلا راكبين مراكب الغدارين. يلا بسرعة انطلق انطلق، عايزين نلحقهم بالبتاع وتمشي كل ده طريق في اخر الدنيا. استنى خلينا اشوفهم بالسنايبر، هو الحل الوحيد. والله شفت عصابات، ده واحد ادي مع السلامه، ادي الثاني. يلا يلا الثاني اللي بعده. يلا ما تضربش يلا. واحد هنا كمان مع السلامه، ناقص كام واحد؟ طبعا يا جدعان في مراكب. اوه شفتهم شفتهم. يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. يا محظوظ، مش هينفع معايا غير ار بي جي. ايه يا ابو لذيذ، شيل ده نهزر. يلا يلا فين اللي بعده؟ فين هنا كمان؟ يلا خليني اجهز. في مكبرين ولا مش شايفهم؟
ايوه يا لهوي ما جت في ما جتش في ازاي يا جدعان؟ في واحد مكمبر ها؟ خلينا ادور والله معايا سلاح جامد، انا لو مسكته هنسفه دلوقتي. اظهر ايه ده؟ تعالى يا بلولو، تعالى يا بلولو، تعالى. بقول لك يا ابو قشطه عليك. يلا دلوقتي يا جدعان بقى نرجع للعربيه. يا لعبك عرفت تجيبهم والله، الله عليك يا وحش. خلينا بس اوه في طيارات، في طيارات جايه يا جدعان كمان، خلينا نشوف بس احداثياتها. انت رب انت سامع برضه كلنا منوم، بس الطيارات دي جايه منين؟ حاجه غريبه. يلا يا جدعان المفروض بس نقرب اول ما نشوف الطيارات جايه، خلينا احسن نستخدم البوازيك. طبعا السنايبرات تبقى صعبه شويتين لان كده كده الطيارات مش باينه، فخلينا نشوف. مش باينه خالص، هنفضل مستنينا كده كتير. اها تعالى اركب اركب احنا قاعدين يعني ايه هتيجي لحد عندنا؟ اركب اركب يلا انطلق يا جدعان. خلينا نشوف بس هيروح للمكان. اوه الطيارات واقفه عند مكان هنا ثابته. يلا انا فكرت يا جدعان هي بتتحرك، ده هم لسه اصلا ما طلوش بالطياره. طب حلو احنا بقى نقفهم بقى يا معلم قبل ما ينطلقوا. اوكي تقريبا يا جدعان هم فوق الجبل صح؟ هنطلع ونشوف مع بعضينا، وبيني وبينكم العربيه جامده جدا. شوفوا شغل المنوب، اهي الطيران اهي الطيران. بس 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 هدي هنا هدي هنا بس اهدى 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 يا صاحبي. بس كده انزل، استنى اقول له بس ستوب. اقف 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 يا جدع عشان نعرف نجيب الطيارات. يلا 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 بس اوعى بس ما تخبط. فين الطياره؟ حرام شوف المنوبه والله انت عارف ترفع الضغط. طبعا يا جدعان كالعاده اللي بتعمل لنا كباين وبتاع وفرقه خالص بنروح فيها بسبب الناس المنوبه معانا. فدلوقتي نروح هنا في بتاع الماسكات، عايزين بقى نشوف الماسك الجديد اللي عاملينه فري وواجعيننا دماغنا بيه. فخلينا نشوف يا جدعان، هو ده اللي ببلاش يا جدعان. انا بدي زفتكم ده ماسك ده. يا لهوي على المنظر. اوكي ايه رايكم يا جدعان؟ ها اما ضحكك يا لا انت مش عاجبك الماسك، مش عاجبك الماسك يعني ليه الارب؟ اركب يا هام يلا عليك يا ابو اللزليز. جبنا الماسك الجديد. طبعا احنا هنروح بقى بعد كده وناخد الموتوسيكل، بس قبل ما نروح يا جماعه خلينا مبدئيا نغير الموتوسيكل بتاعنا احتياطي، لان بيني وبينكم انا عايز اجيب طقم كويس جدا للموتوسيكل الجديد باذن الله. هنشوف هنا الكلام. اها والله عندهم يا جدعان جاكيتات شكلها تبقى تحفه، خلينا نجيب طقم حلو. والله الدنيا عماله ترخ بره يا جدعان، الدنيا متبهدله. المهم غيرت الطقم بتاعي، جبت طقم تاني جديد وشكلي هستحمى النهارده. بس خلينا مبدئيا نشوف الطقم بتاعنا، ايه رايكم يا جدعان؟ حاجه كده بص بقولكمش. يا لهوي على كميه الشتا ده، انا استحميت يا جدعان. اركن هنا يا معلم، خليك هنا عامل موتوسيكل، روح بسرعه. بس كده الحمد لله على سلامتنا. خلينا نروح للبي 3 وبعد كده نشوف الموتوسيكل. واو ده زي كانه سكيلتون، ايه المنظر ده؟ والله فكرت يا جدعان ان هو كان عندي. نركب سامعين كمان الصوت؟ لا 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 البتاع اللي تحت اللي ماشيه دي حركات، والله شكلنا هنعمل شغل عالي النهارده. لا شكله تحفه. خلينا نشوف اقرب مكان نعدل فيه الموتوسيكل، فهنروح للمكان ده. ايه ده ما بيمشيش في الميه؟ يا جدعان ده بيطلع نار كمان، الميه بتزحلقه؟ لا امسك نفسك يا عم الموتوسيكل، طلعت يا جدعان انا عالي ما بيقدرش يطلعها. بس خلينا اوريكم بقى النار اللي بتطلع من تحت، شكلها عايز شويه تظبيط. خلينا نشوف طيب الموتوسيكل من قدام. من الدنيا قلبت ضلمه كده في ايه يا عم؟ عشان الماسك، والله الواحد ناسى يا جدعان. خلينا نجرب بس نشوف سرعه الموتوسيكل. اسوء حاجه في الموتوسيكل ده يا جدعان في الميه، وحش جدا. لو انت شايفين عامل لي الزحله اليمين وشمال مش عارف يمسك نفسه، يمكن بعد التعديلات يتظبط. بقول لك ايه، ظبط لي الموتوسيكل، عايزين حاجه جامده كده. بس حلو حوار العينين المنوره يخوف كده تعمل قلق. خلينا بص يا جدعان نوصل كل حاجه فين الماكس. طبعا يا جماعه الموتوسيكل خلص، بصوا بقى عامل ازاي. استنى اقول عليكم ايوه والله حتى النور، بس عيبه يا جدعان لما يجي ينطلق بيبقى ضعيف بطريقه بشعه. خلينا بس نطير نطير. ارفع يا ابو اللزليز ارفع يا بصوا بقى فارمل مع السلامه، ما يقدرش يتحمل. بس الموتوسيكل نوعا ما سريع، بس التحكم فيه صعب. يلا يلا طير 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 طير، يعني لو غلط مني مع السلامه. احلى حاجه في رفعه الحصان. يلا 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 الله عليك الله عليك يا وحش، الله عليك يا وحش الله عليك.
ده اللي بتكلم فيها يا جدعان. شفت بقى خطا فني الموتوسيكل راح فيها. شفت اخرت السكيلتون التثرع. لا الموتوسيكل ده بقى عامل كده ليه؟ لا والله لسه شغال. لا والله اضحك حك شويه بس مبدئيا حلو. خلينا نسير كمان. والكاوتش اللي ورا كبير واللي قدام صغير جدا جدا فبالتالي بيكون ضعيف. يلا 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 يا وحش يلا يا وحش يلا يا وحش انطلق يا معلم. ايوه بقى فرمل فرمل. اوكي عمل شغل والله. بص بقى الحركه دي بتاعت النار اللي تحت تحفه. يلا يلا ايوه ايوه طلع يلا حركات دي بصراحه اكتر حاجه عجبتني. فخلينا يا جدعان مبدئيا نجرب برضو على الموتوسيكل قوه التحمل بتاعت الرصاص وكده. إيه هو ما فيهوش للاسف تامين على الكاوتش فهنشوف بعد كده مع بعض. بس اروح عند هنا واعمل ايه ان شاء الله باظ. يا سلام يا ولا بدلت اتفرج عليا بدل ما تيجي تساعدني يا قليل الادب. اوعى الله يسهل لك. خلينا يا جدعان بقى نجرب من ضربه واحده. الموتوسيكل معفن يا جدعان. باظ خلاص كسام طيبين. ضربه ار مش هيروح فيها. الكاوتش فرقع على طول. انا ما شفتش يا جدعان اي حاجه اللي هي ممكن ابدا اظبط الموتوسيكل بحس يلا. انا لا يا عم انا لا لا بسرعه بسرعه. حطينا الموتوسيكل اوكي يستحمل والله. اشمعنى انا يعني. خلينا نحط شويه من دول. يلا 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 اطلع على الموتوسيكل اطلع على الموتوسيكل عشان نخلص. يلا بلا موتوسيكل بلا وجع قلب. لا يا عم مش انا مش انا مفتري في الموتوسيكل والله. هيل سرح فيها. اعوذ بالله والله. انا كنت لسه راح اركب يا جدعان. يا لهوي هو ده اخر السكيلتون والشرطه جايه اهو في. والله استهبال. اسوء تجربه جربها في جي تي اي يا جدعان. بقول لكم نصيحه مني اوعى تجيبوا الموتوسيكل ده. تجيبوا ليه؟ صفر من عشرة. الحركة القرعة اللي هو عملها دي انا مش عارف بصراحة تكيفكم في ايه. بس هو كشكله حلو فاحنا ممكن عشان ما نظلموش ان الشكل اللي اديله 2 من عشرة. طبعا مستني رأيكم في التعليقات وانا عارف لحد هنا عشان شكله هيتقبض عليا. ما تنساش بقى باللايك وتعملوا لايك وتشتركوا معانا في القناة لسه جداد معانا. وبرجع فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا سلام.